السلام عليكم ومبارك عليكم الشهر. من 40 سنة تقريباً صار التعريف البسيط لشهر رمضان هو الشياطين مغلولة بالسلاسل وتعمل بالمسلسلات، وهذا الموضوع هواي سالفوبي، بس الشيء اللي يريد نسولفه مختلف شوية. تتوقعون منا نكون قاسين بالنقد على غيرنا، لكن الحقيقة لازم قسوة النقد على أنفسنا، وتعالوا نفهم ليش. ارجعوا وياي بالذاكرة 13 سنة لما بدأ المخرج العراقي أوس الشرقي مسلسل انباع الوطن على قناة الشرقية، وكان كوميديا ضد الطبقة السياسية، ومشت الأمور وبدأ يتدرج بالمواضيع ويخرج وينتج أعمال كثيرة إلى سنة 2016 ومسلسل سيلفي، وطلع الممثل ناصر القصبي يستهزئ بالرموز الدينية، وبينما كنت أنت منفعل وتستنكر هذا العمل، رد هو بكل برود بأن هذا نقد بناء ضد الطائفية، وإذا عندك قصة غيرها تفضل بها. بالسنة التالية قام بإخراج برنامج الصدمة، وواجه سيل ثاني من الانتقادات لأنه صور المجتمع العراقي بشكل مسيء، وأيضاً اكتفى برد واحد على جميع الانتقادات، هاي حقيقة المجتمع وما طلعتها كلها، والمعترض يراوينا نظرته. بهاي الأثناء برز مخرج آخر وهو علي فاضل وفريقه ولاية بطيخ، وناقش قضايا اجتماعية على طريقتهم طبعاً، اللي فد يوم صار لقاء ويا قناة دي دبليو وصرح بأنه راح يدافع عن حق المثليين بالعراق إذا تعرضوا للاضطهاد، وبأحد المشاهد تناول العشائر باستهزاء ودقوا بيته مثل ما تعرفون. تلاحظون ردود الأفعال؟ استنكار، انتقاد، دقة عشائرية، وبالتزامن أيضاً بدأ صعود مجموعة من الإعلاميين والممثلين، وماكو واحد عداها على خير بدون ما يدوس لك طرف وانت بس تستنكر. الخلاصة النقاد ينطون تقييم واحد وثلاث فرضيات. التقييم يقول خلال هالسنوات إذا تمخض هاي الأعمال وتطلع زبدتها تلقاها تستهدف أمرين لا ثالث لهما، إما القيم الدينية أو الأعراف الاجتماعية، يعني دائما لو الدين غلطان لو المجتمع ظالم. وبخصوص الدوافع يطرحون ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى تقول هذا فن ومن حقهم ينتقدون الظواهر السلبية مثل ما يردون، طبعا اللي هم شايفينه سلبي. الفرضية الثانية تقول هاي الأعمال أهدافها تجارية والمقصود هو الربح لا أكثر ولا أقل، لذلك المنتجين يتعمدون الرقص على أعصاب الناس واستفزاز مشاعرهم حتى يجيبون مشاهدات أكثر وأرباح أكثر. والفرضية الثالثة تقول الأهداف سياسية، لما انفشل المخطط الإقليمي والدولي لتدمير العراق عسكرياً عن طريق داعش تم الالتفاف مرة ثانية من نفس الدول الإقليمية للهجوم من الجانب الفكري والمعنوي، وهاي الأعمال هي رأس الحربة. ويقول أصحاب هاي الفرضية ما معقولة كل هاي الميزانيات الإنتاجية الضخمة يصرفوها وتطلع الإساءة للرموز الدينية أو العشائرية جاية بالصدفة، من تصرف مئات الملايين بعد ماكو شيء صدفة. أما نظرتنا كفريق أبعاد فهي كالآتي، سواء كان الموضوع فني أو تجاري أو سياسي يبقى هم بشر مثلنا وقدروا يشتغلون ويتصدرون المشهد، بس السؤال إحنا وين؟ يا أخي هاي قاعدة كونية من زمن آدم عليه السلام، اللي ما يقدر عليك عسكريين راح يهاجمك فكريين. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أمريكا بقى قدامها بس الاتحاد السوفيتي تتخلص منه وتسيطر على العالم، بس ما تقدر لعسكريين، وعليه بقت 45 سنة حرب دعايات، تحطيم معنويات، أفلام سينمائية لتشويه صورة الاتحاد السوفيتي، إلى أن وصلت المرحلة قدرت تلعب بعقل الرئيس نفسه ميخائيل غورباتشوف وحولته إلى شخصية مهزوزة وفاقدة الثقة بنفسها، مثل هذول اللي يحجون على عشائرهم وناسهم. تاليها هو نفسه قضى على الاتحاد السوفيتي وأعلن تفكيكه بدون أن تضرب أمريكا طلقة واحدة. وين فضائياتنا؟ وين كوادرنا الإعلامية؟ أنت جاي تشوف محاولات مسح الذاكرة العراقية؟ إصرار عجيب على دفن هاي التضحيات بمقابر النسيان، كون ما يبقى أثر بوجدان الشباب العراقي من بطولات أبو تحسين الصالحي، وما تبقى أي ريحة من ذاك الثبات النفسي والهدوء عند علي بشير الركابي. انتصارك ما صار لثلاث سنوات وناس تشوه صورة المقاتلين بالفتوى وصورة صاحب الفتوى نفسه وصورة وكلاء صاحب الفتوى وصورة العشائر اللي استقبلت النازحين وقدمت ماي عيونها، صورة المرأة العراقية وكل شيء، وما راح يتركون هاي الاستفزازات. ونلتقي السنة الجاية وتتذكرون، لأن هذا انتصارك شلون تتهنى بي؟ لازم تبقى محبط وناقم على مجتمعك وتجلد بروحك. زين فضائياتنا وين؟ أيام القتال كنا نردد قول الإمام علي من نام لم ينم عنه، وهنا نفس الشيء استنكروا ماكو مشكلة، بس من الأنفع استنكار لو عمل درامي بالمثل؟ من يضغط على 70 فضائية عندنا حتى تبطل هذا الكسل والتنبلة وكل من جايب قرايبه؟ من يصحيها حتى تفتح عيونها وتشوف العالم وين متجه؟
لدى المملتهين بالتسقيط المتبادل وتلميع رموزهم السياسية. القرآن يقول العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وصدقوني الدراما بالدراما والمسلسل بالمسلسل والفيلم بالفيلم. احنا ما كان بحسابنا نحكي بهذا الموضوع، بس عشرات الرسائل والتعليقات والطلبات تقول استنكروا. سوينا هذا الفيديو حتى نقول لكم الاستنكار مو كافي، تريدون الحل؟ اضغطوا على مدراء القنوات وأعضاء مجلس الإدارة الشياب اللي ينطبعوا على الطريقة الكلاسيكية وبعد ما يقدرون يجارون الوضع. قلوا لهم جزاكم الله خير، أديتوا اللي عليكم، بس كافي، خلوا الشباب تلزم العمل. هواي كوادر شبابية عندها غيرة على العمل والدين والمجتمع، خليهم يلزمون إدارة البرامج، لأن العالم يمشي بسرعة وصناعة السينما والدراما تريد همة شباب. ومن واقع خبرتنا كفريق بالوسط الإعلامي، ثقوا عدكم مثل هالأسماء بدل الواحد مية بنفس همتهم وإبداعهم، بس تعبوا نفسكم بالبحث ومن تلقوهم انطوهم مجال. من اللي جابها براحة وبدون تعب وبحث؟ العقاد فيلم الرسالة، لون فرانسيس فورد كوبلا فيلم العراب. ماكو شيء يجي بدون تعب وجهد وبحث. وعلى تعبير أحد أساتذة الحوزة يقول الله يقول لكم أنا ما مفتح جامعة هنا بس تصير حبابة انطيك بلاش، أنا مفتح حياة بصراعاتها وتعبها ومنافستها، ما تقدم شيء ما تحصل شيء. واللي قهره كل مادة موجودة، هاي موسوعة فتوى الدفاع بيها تاريخ ملحمة عجيبة مرت بالعراق، قصص بطولية مأساوية خيالية عاطفية، حتى لقطات كوميديا بيها، وصف للوكيشنات، أرقام إحصائيات، صور للملابس والمعدات، يعني بيها مادة سينمائية كاملة تكفي لسنوات. بس جيبي اللي يستخرج النفط، هوليوود لحد الآن تعتمد على روايات صار لها أكثر من 100 سنة. رواية فيكتور فرانكشتاين للكاتبة ماري شيلي صدرت قبل 202 سنة، وسووا منها لحد الآن عشرات الأفلام. سلسلة روايات شارلوك هولمز للكاتب آرثر كونان دويل صدرت قبل 133 سنة، ولحد الآن سووا منها عشرات الأفلام والمسلسلات والرسوم المتحركة. قصص الحرب العالمية الأولى اللي صار لها 100 سنة وما خلوا شيء من أحداثها ما سووا له أفلام. هذا كنز قدامكم يا قنواتنا، يا صناع المحتوى، يا أصحاب الأموال، الله وكيلكم. عمل تلفزيوني واحد يلزم قلوب الشباب يعادل بثوابه رجل يشف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ارتاح يا معود، ارتاح وهد اعصابك، ترى الشغله ما تسوى. شلون ما تسوى؟ الوضع مخربط وتقدم نصيحه وما تقدر تسوي شيء. صديق كذب يا معود، هد اعصابك، الله كريم الله كريم. عينك قطع التصوير، قطع التصوير. اهدى، ايش بيك حسن؟ صدق تحكي زين؟ يلا شو تريد هسه؟ الفطور. سهله سهله، هاك 1000 دينار. حل مشكلتك فيها، يلا قوم. الف؟ قوم 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 قوم. ومشكلة الإعلام والله كريم، بس تدرون قاعدة حلوة.